السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة الإمام الإمري والحمام والعصافير. النهاردة إن شاء الله قلت أصور لكم حاجة حلوة كده برضك من الإمام البلدي. أدي جوز إمام بلدي، النهاردة تصوير إمام بلدي مش إمام إمري. طبعا زي ما احنا عارفين الإمام الإمري شكله وشغله، وعارفين الإمام طبعا البلدي البري اللي بيطير في الجو والعشش في المناور والأشجار. طبعا كنا عاملين كذا فيديو في الفيديوهات السابقة عن اليمام ومواد ومطلع. هو بياخد فترة شوية بس عشان هو في رهبة الخوف دي على طول. لو شوف بصور، طبعا لو شفت الفيديوهات التانية وانا بصور اليمام الإمري بيبقى هادي، بناوله القش بياخد مني واحط له القش وبقى قاعد وحاسس عليه وقاعد. لكن ده طبعا بيبقى متكهرب. وادي بايب بطين اهو الإمام القش ولفه اهو زي الإمام الإمري بالظبط. برضك بيحب الخواص الناشفة وكده، كنت بحط له شوية كده لقيته بيلم زودته أو زي ما احنا شايفين أهو. بس طبعا ما بيسمحليش إن أنا أفتح الباب وأصور فيه عشان زي ما انتوا عارفين يبقى متكهرب لوحده، يبقى مرعوب من نفسه. بصوا حضراتكم عايز يطير، عايز، مع إن أنا جايبه ومربيه وكان عند واد صاحبي وجايبه مكمل عليه تربية وكان حلو، مرة واحدة هو سبحان الله. هو الإمام ده برضك ايه انواع زي ما احنا شايفين اهو حضراتكم، راهب التصوير وراهب اللي انا اقرب منه. طبعا الإمام ده ما شاء الله برضك جميل في تربيته ولذيذ. طبعا يعني بيجيب بصعوبة شوية بس تجربته برضك حلوة في الشغل بتاعه. برضك بيجود بطين زي الإمام الإمري بالظبط، وسهل برضك التفرقة من النتاية من الذكر. الذكر بيبقى حجمه أكبر من النتاية، يعني الذكر الفاتح أهو وحجمه أكبر من النتاية الغامقة. طبعا الذكر لو تشوفوا حضراتكم أهو على الشمال، طبعا الذكر منقار بيبقى صغير شوية عن النتاية، بيبقى جسمه كله محمر وفاتح غير النتاية بيبقى منقارها صغير شوية وجسمها بيبقى غامق. وغير برضك الاختلافات اللي بتبقى فيهم، ذكر بيزوم كتير غير النتاية، والنتاية بوشها مثلا حنين وصغير او زي ما انتوا حضراتكم شايفين اهو بيبقى صغيرة عن الذكر. الذكر بيبقى وشه عريض شوية ودماغه بتبقى كبيرة شوية. طبعا برضك مراحل الشغل بتاعته، اول ما بيوقع الريش بتاعه كله ما يكون شاب او زغلول بيبتدي يحضر العش وبيبيض. فطبعا متعودين ان احنا نشوفه في الشارع على طول وبيطير على العماير وعلى البلكونات وبيعش مثلا في المناور في الأشجار، في جناين مثلا بيبقى فيها أشجار عالية وكده بيبقى برضك معشش فيها. ده أكترية الوقت اللي احنا بنشوفه. طبعا لو حد عايز مثلا يجرب شغله ويشتريه من سوق السيد عيشة بيبقى متوفر هناك، في ناس بتصطاده طبعا وبيبيعه هناك. طبعا الجوز ب 30 أو 35 جنيه، طبعا أرخص من الإمام الإمري عشان مبيبقاش عليه سحب كتير برضك. وطبعا مراحل الشغل بتاعه برضك، هو بيجيب بطين وانت ورزقك هيطلعوا ذكرين لانتايتين لذكر وانتايه، بس في اغلب الوقت طبعا بيبقوا ذكر وانتايه. طبعا دول كانوا بيضين مره وطلعوا مره عندي، بس قعدوا شويه برضك فتره من غير ما يشتغلوا. بس دلوقتي ما شاء الله لقيتهم اول ما حطيت القش وبداوا يلموا قعدوا برضك اتاخروا شويه كده، لقيتهم حصوا اول حصوايه، قلت طبعا مش هصورهم غير ما يبيضوا البيضه التانيه. طبعا هم انسوا اللي هم يرقدوا قدامي زي الإمام الإمري، لا انا قلت اخلص التصوير وقوم جاي ايه سايبهم هم هيرقدوا لوحدهم. ده ممكن كمان يقفوا شويه بحيث ان هم يهدوا، هم عندهم برضك يعني ايه الجبن والرهبه دي فيهم جامده جدا. فمحدش يقلق يعني لو حد جاب مثلا جوز يجربه ولقاه بيطير ويهبط في القفص ويكسر ريشه زي ما انتوا شايفين الريشه، كل ما احط له اكل او اي حاجه يقعد يدنه ويطير يعني باخد الحذر منه قوي يعني. فانا يعني ايه برجع لكل واحد اللي هو يجيب له جوز ويربيه، ولو في برضك اي سؤال مستعص عليه يكتب في تعليق وان شاء الله هرد عليه. انا اكتسب منه برضك بعض الخبرات لما كنت كان شغال عندي. وهو كمان بيض البطين اهو، الذكر واقف على البطين اهو، وهصوره لكم برضك ان شاء الله اول ما يبتدي يطلع او كده. برضك هنمشي مرحله مرحله بس احنا نشوف شغله ونشوف زغاليله. زي ما انتم شايفين اهو برضك الإمام جميل جدا في تربيته وكده.
طبعا بص، الدكر بيختلف عن نتاية بمراحل. الدكر ما شاء الله جسمه جامد وعريض، غير نتاية جسمها قليل شوية بتبقى جسمها غامق، غير الدكر بيبقى جسمه عريض وأكبر.